ربما رجل أربعين عام يركض في خط العلم حتى يقال له عالم في الآخرة يجون يقولون له قيل لك عالم أكو بعض الأفراد كلمة عالم جدا مهمة عندهم يركض لهذه الكلمة نال مكافأته في الدنيا فأي شيء يستحقه على الله سبحانه وتعالى رجل أربعين عام يعمل مختلف الأعمال الصالحة حتى يقال له خير حتى يقال له وجيه الفرد يتمكن أن يكتشف باطنه بالمحاسبة إذا ما كان عندكم فرق بين أن يقال لكم عالم أو لا يقال لكم عالم الهدف كان هو الله تعالى أن يعرف أن هذا المسجد أنت بنيته أو لم تبنيه ما كان مهم عندك الطرف الذي عملت معه قدر جهودك أو ما قدر جهودك هاي مشكلة يبتلى بها بعض العاملين يقول أنا عملت مع فلان ثلاثين عام وما قدر جهودي سؤال هل كنت تعمل معه أو كنت تعمل له أيهما إذا كنت تعمل له فواحد يجب أن لا ينتظر من الله سبحانه وتعالى شيئا إذا كنت تعمل معه ولكن لأجل الله تعالى فهذا مو طرف الله سبحانه وتعالى هو الطرف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأبي ذر كما في البحار يا أبا ذر إنك غضبت لله فرج من غضبت له الرجاء يكون لله سبحانه وتعالى مرأة تقول أنا عشرين عام ضحيت لأجل زوجي وما قدرني رجل يقول: أنا عشرين عام ضحيت لأجل زوجتي وما قدرتني، يمكن يقول يمكن في قلبه يقول. أحياناً واحد ما يقول لأن يشوف موقعه ما يقتضي ذلك، لكن قلبه يقول ذلك. إذا المرأة عملت لزوجها فتأخذ أجرها من زوجها، ولا تستحق على الله شيئاً. وكذلك الرجل أما إذا كان الهدف هو الله سبحانه وتعالى بعد هذا مو مطروح قدر أو لم يقدر شكر أو لم يشكر قطع أو لم يقطع يقول أنا عشرين مرة رحت إلو ما إجاني ذهبت له أو ذهبت لأجل الله سبحانه وتعالى اذا ذهبت له حتى يأتي اليك هاي تجارة معاملة تجارية انا اجي الى بيتكم انتم تعالوا الى بيتي انا احترمكم انتم احترموني انا اصلكم انتم صلوني معاملة تجارية.